السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت منذ فترة أفكر في رفع فيديو على اليوتيوب يتحدث حول شبهة كلمة إنجيل في القرآن، كيف يذكر القرآن اسم كتاب المسيح بهذه العبارة ولا يذكره بعبارة أخرى عبرية، غير أنني تكاسلت عن ذلك، والأمر برمته إن شاء الله سيكون في كتاب متعلق بالتاريخ، حقائق التاريخ بين القرآن الكريم والكتاب المقدسين، ما يعرف مجازا بالتوراة والإنجيل، وهو تحت الإعداد. غير أني رأيت فيديو لأحد الملاحدة على اليوتيوب يتحدث في هذا الأمر، فنشطني إلى أن أتحدث في هذا الموضوع وأرفع هذا الفيديو. وبعيدا عن الخبط الشديد الموجود في الفيديو خارج الموضوع أو داخل الموضوع دون فهم، يعني بعيدا عن سوء قراءة هذا الشخص القرآن، وهو بالمناسبة كان نصرانيا وتحول إلى الإلحاد، بعيدا عن أنه لا يحسن قراءة القرآن. يا أهل الكتاب، لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ سورة آل عمران آية 65. طبعا الآية تقول وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، وما أنزلت وليس وما أنزلت، أفلا تعقلون وليس أفلا تعقلون، والسورة هي سورة آل عمران وليس آل عمران. وبعدنا عن قول صاحب هذا الفيديو إن كلمة التوراة العبرية تعني القوانين وهذا خطأ، فكلمة التوراة العبرية ترى من الفعل العبري يرى، الذي إذا كان على صيغة فعل يعني علم، وما جاء في الترجمة السبعينية بترجمة هذه الكلمة نوموس، فهذا ترجمة متوسعة بعيدة عن حرفية المعنى. مش من المنطقي إن القرآن يترجم اللفظ إلى العربية ويسمي التوراة كتاب القوانين. وبعيدا عن أنه عندما تحدث عن كلمة إنجيل باليونانية كتبها خطأ ونطقها خطأ، فكتبها حذف منها حرف نو اليوناني، وعندما نطقها نطقها إنجليون وهذا خطأ، فهي تنطق إما إيفانجليون أو إيوانجليون أو على ربما صورة أخرى، لأننا لا نعرف حقيقة الصورة التي تكتب بها أو ينطق بها هذا الاسم في اليونانية التي كانت زمن المسيح عليه السلام. هو أسقط حرف اليوبسيلون هنا فنطقها أيضا خطأ. بشارة المسيح أو بشورات مشيخ اللي ترجمت إلى اليونانية بلفظ أنجليون. وبعيدا عن أنه عندما تحدث عن كلمة إنجيل اليونانية قال إنها في العبرية هي بشورات، وهذا خطأ، فهي ليست بشورات وإنما هي بسورة، فهي بالسين وليست بالشين، وتنتهي بحرف الهي ولا تنتهي بحرف التيت. الإنجيل هو لفظ يوناني مترجم لكلمة البشارة أو البشرة بالعربي، والتي يزعم القرآن أنه أنزل بها على المسيح. لو ده صحيح تكون باللفظ العبري الأصل بشورات. وبعيدا عن قوله المخزي والمضحك الذي أذل به الإلحاد حقيقة عندما قال إن القرآن قد أخذ من المستشرقين كلمة إنجيل، يعني القرآن أخذ من المستشرقين، في حين أن الاستشراق هو دراسة الغرب للشرق وأقدم، يعني عندما نتوسع شديد بصورة كبيرة جدا ونخالف حتى هذا التعريف فنقول على أبعد ما قيل في الاستشراق أن أول مستشرق هو يوحنا الدمشقي الذي عاش في القرن الثامن ميلادي، فكيف يكون القرآن قد أخذ من المستشرقين كلمة إنجيل، يعني منتهى للأسف البلادة. بشارة المسيح أو بشورات مشيخ اللي ترجمت إلى اليونانية بلفظ أنجليون، واللي أخذها القرآن من المستشرقين بلفظ الإنجيل. طبعا أنا عندما سمعت هذا الكلام عن أخذ القرآن من الاستشراق في الحقيقة أعدت مراجعة الفيديو مرة أخرى أكثر من مرة، وحتى يعني لصدمتي بهذا الأمر ذكرت هذه المسألة لأكثر من شخص، وكلما أذكرها أنا أضحك ومن يسمعني يضحك. بعيدا عن ذلك، ماذا يقول هذا الشخص؟ ما هي الشبهة التي يطرحها؟ يقول لنا هناك خطأ في القرآن، يقول هذا كتاب لا يمكن أن يكون القرآن، لا يمكن أن يكون من عند الله لأن فيه خطأين جسيمين جدا. سنتحدث في هذه الحلقة عن الخطأ الأول المزعوم المتعلق بكلمة إنجيل، ونتحدث في الفيديو الثاني إن شاء الله عن كلمة عيسى في القرآن. يقول لنا، سألخصه بالأسف الشديد، لا يحسن الإبانة عن شبهته، فأنا سأحاول توضيح هذه الشبهة. يقول لنا الآتي، يقول القرآن أخطأ في استعمال كلمتين فيه. الكلمة الأولى هي كلمة إنجيل. الخطأ هنا أن القرآن يستعمل كلمة أصلها في لغة
ثم هذه اللغة انتقلت إلى لغة ثانية عن طريق الترجمة، ثم انتقلت إلى القرآن عن طريق transliteration، النقحرة. transliteration أن تنقل الكلمة بحروفها إلى لغة أخرى دون أن تترجمها، فتنطقها ما استطعت بنفس الحروف. فالكلمة في العبرية كما يزعم هي بشرات، وهو نطق خطأ في الحقيقة، هي بسرا، بسرا بمعنى بشارة في العبرية، انتقلت إلى اليونانية على صورة إيفانجليون، ثم انتقلت إلى العربية بنفس الصيغة تقريبا إنجيل، والجاء تنطق جاء في العربية، في العربية ليس فيها جاء. إذن هو يقول لا يجوز أن نجد في كتاب المقدس نقلا لاسم أعجمي على الصورة المترجم إليها. إذن هناك كلمة أصلية في لغتها الأصلية مترجمة ثم منقحرة. يقول النقحرة هنا للكلمة المترجمة لا تجوز، إما أن تستعمل الكلمة في الكتاب المقدس، إما أن تستعملها بلغتها الأصلية، أو أن تترجم معناها لكن لا تنقلها بالترجمة. قال هذا خطأ. طبعا يقينا شرحي لشبهته أحسن من شرحه لشبهته، فأنا أحاول أن أوصل الأمر. على كل حال، ماذا نقول في هذه الشبهة؟ كيف نرد عليها أن القرآن قد أخطأ باعتماد ترجمة الترجمة اليونانية لكلمة إنجيل في القرآن، ولم يذكر الكلمة على صورتها العبرية بصورة؟ أولا، يزعم صاحب الشبهة أن المسيح عليه السلام في فلسطين كان يعيش في بيئة في القرن الأول الميلادي كل الكتب الدينية كانت باللغة العبرية، وبالتالي في الكتاب الذي ينزل عليه من السماء لابد أن يكون بهذه اللغة. ونحن نقول له من أين أتيت بهذا الإلزام؟ نقول له النبي عندما يرسل لقومه يحتاج أن يخاطبهم باللغة التي يفهمونها، والقرآن يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وهذه طبعا يعني عصمة القرآن في بيان الحقائق. غاية الرسالة الإبانة عن مقصود الرب سبحانه وتعالى. فهل كان الناس يتحدثون باللغة العبرية في زمن المسيح في الجليل أو في أورشليم؟ عامة العلماء كانوا يقولون لا، اللغة العبرية كانت فقط هي لغة الكتب المقدسة القديمة قبل حتى ترجمتها للآرامية، لأن بعد ذلك في زمن المسيح كانت الآرامية هي ربما الأشهر. فالعبرية ليست المرشحة الأولى، الآرامية هي المرشحة الأولى. ثانيا، ما هو القول النهائي في اللغة التي كانت اللغات التي كان يعرفها المسيح على الأقل وكان يستعملها الناس في فلسطين في القرن الأول الميلادي؟ في الحقيقة هناك أربع احتمالات كبرى: الآرامية، العبرية، اليونانية، واللاتينية. حتى اللاتينية داخلة في الخط. طيب، الشبهة قائمة على أن كلمة إنجيل عبرية، ولا نقول حتى لو أصلها عبري أو أرامي، عبرية أو نقول أيضا آرامية، في حين أن الكلمة الأولى الاسم الأول الاسم الحقيقي للكتاب الذي نزل على المسيح، في حين أننا نتعامل مع كلمة إنجيل التي هي أصلها يوناني. فإذا ثبت أن كلمة إنجيل من الممكن أن يكون أصلها يوناني، سقطت الشبهة، لأنه لا توجد هنا اعتماد لترجمة الكلمة، وإنما اعتماد لأصل الكلمة. في الحقيقة كما قلت لكم، هناك فريق من النقاد يقول أن اللغة الأشهر ليس فقط اللغة التي كان يعرفها المسيح، حتى اللغة الأشهر التي كانت في القرن الأول الميلادي هي اللغة اليونانية. طبعا نحن نعلم أن الأناجيل فيها كلمات آرامية، الأناجيل اليونانية فيها كلمات تنسب إلى المسيح باللغة الآرامية، فتكتب بالآرامية ثم تترجم اليونانية في هذه الأناجيل التي نملكها. لكن هل هذا يعني أن المسيح لم يكن يتكلم اليونانية؟ هناك أحد النقاد كتب كتابا سنة 2015 عنوانه Did Jesus Speak Greek؟ هذا الكتاب الذي ألفه جي سكوت غليفز
وهو أستاذ دراسات العهد الجديد يعرف مجازب الإنجيل، وأيضا عميد إحدى الكليات اللاهوتية في جامعة فوكنر بولاية ألاباما. بحث بصورة واسعة في تاريخ فلسطين في القرن الأول، وقال على قوله إن العملات والبرديات أوراق البردي المكتوب عليها والنقوش وغير ذلك من الآثار الأركيولوجية تدل على أن اللغة اليونانية كانت واسعة الانتشار في البيئة التي عاش فيها المسيح عليه السلام، لذلك هو يرجح أن تكون اللغة الأولى للمسيح هي اللغة اليونانية. فإذا كانت اللغة الأولى للمسيح هي اللغة اليونانية، فيعني ذلك أن الكلمة التي نقلها القرآن إلى العربية تحت اسم إنجيل في أصلها ليست بسورة، وإنما في أصلها إيفانجيليون، وبالتالي فالقرآن هنا قد نقل الكلمة كما هي، وتسقط الشبهة باعتراف هذا الملحد. لأن في الأول وفي الآخر القرآن مكتوب بلسان عربي مبين، فإما أن يستخدم لغة الأصل كما هي كلفظ أعجمي لا يترجم، أو إن ترجمه حوله إلى أقرب لفظ عربي مبين. حلو كده؟ ثانيا، لنسلم جدلا أن الكتاب الذي نزل على المسيح عليه السلام باللغة العبرية واسمه بصورة، هل يشكل هذا الأمر طعنا في القرآن؟ غير صحيح. القضية ليس أن القرآن نقحر كلمة المترجمة، القرآن هنا اعتمد كلمة كانت متداولة في البيئة العربية في تسمية الكتب التي نزلت على النصارى بالأناجيل، ومفردها إنجيل، وهذه الكلمة كانت معتمدة عند شعراء النصرانية قبل الإسلام. فكلمة إنجيل هي كلمة عربية، كل كلمة تدخل الاستعمال العربي وتداولها الناس في دلالة على شيء ما تصبح كلمة عربية، حتى لو كان أصلها غير عربي، حتى لو كان أصلها غير عربي. يعني أنا لو تحدثت الآن فقلت لكم أمامي ترابيزة، أردت أن أتحدث باللهجة المصرية فقلت هذه ترابيزة من ضدر، هل أنا قلت كلمة غير مصرية الآن؟ لا، أنا قلت هذه ترابيزة. ترابيزة هذه من اليونانية ترابيزي، لكنها دخلت إلى اللهجة المصرية فتحولت إلى كلمة مصرية. فلو قلت لأحد أنا عايز الترابيزة هذه أو دي، أنا عايز الترابيزة دي، فأنت هنا تحدثت بلهجة مصرية صرفة. وكذلك في القرآن، عندما نقول إنه ويقول القرآن عن نفسه إنه كتاب عربي بلسان عربي مبين، فهو يقرر أن الكلام المذكور مفهوم متداول بين العرب، وبذلك يكون كلام عربي. كلمة إنجيل كانت متداولة قبل الرسالة بعثة نبوية، وعلى الأظهر هناك خلاف في أصلها، الأظهر كما يقول آرثر جافري أنها من الحبشية، فهي في الحبشية وينيجيلي، على خلاف اليونانية، في اليونانية هي إيفانجيليون، فاليونانية تضيف النون ولا توجد ياء بعد الجيم أو الجاء، لكنها كما قلت لكم في الحبشية وينيجيلي، فنقلت إلى العربية عند العرب قبل الإسلام إنجيل. وبالتالي فالقرآن هنا قد اعتمد كلمة يفهم منها الجميع معنى هذه الكتب بمعنى إيفانجيليون. الكتاب إذن لم ينقل، لم يأتي إلى كلمة القرآن، لم يأتي إلى الكلمة اليونانية فضعها في القرآن، وإنما القرآن أتى إلى كلمة متداولة بين العرب يفهم منها الجميع معنى واحد، فنقل هذه الكلمة كما هي. وهذا ليس من الجهل بحقيقة هذه المعاني، وإنما باستعمال الألفاظ العرفية للدلالة على المعاني المعروفة. يعني مثلا حتى أوضح الأمر، لو قلنا إن نبيا اليوم بعث في أمريكا وأراد أن يحادث الناس ويخبرهم عن المسيح عليه السلام، فقال لهم Jesus Christ said، قال يسوع المسيح، Jesus Christ said something. طيب Jesus Christ بمعنى يسوع المسيح، كلمة Christ هنا أصلها من اليونانية
كريستوس بمعنى المسيح أو الممسوح، وهي في العبرية أصلها يعود إلى العبرية مشيح اسم مفعول. فمشيح انتقلت ترجمة إلى كريستوس، ثم انتقلت إلى الإنجليزية تحت اسم كرايست، ربما نقلت حتى من اللاتينية قبل ذلك. فعندنا كلمة أصلية، كلمة مترجمة، نقحرة. هل لو جاء نبي اليوم وقال Jesus Christ said something، فهل هذا يعني أن هذا المتحدث لا يعرف أن هذه الكلمة ليست هي الاسم الحقيقي لي، لا، أو هذا التعبير عن عيسى أنه المسيح أي الممسوح، أصلها الممسوح بالزيت المقدس، لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل. يعني هل هذه الكلمة Christ، هل هي في الحقيقة لو قالها إنسان اليوم وقالها نبي اليوم يتحدث مع الأمريكان سيكون أخطأ ويقول لا أنت لا تعرف القصة الحقيقية، أنت قلت إن عيسى عليه السلام هو كرايس وفي الحقيقة هو مشيح، لن يقوله أحد ذلك، لأن العبرة بالمعاني للمباني. فنفس الأمر هنا، عندما يستعمل القرآن كلمة متداولة في بيئة معينة للدلالة على معنى، فالعبرة بدلالتها على المعنى في العرف اللغوي في تلك البيئة. ثالثا، عندما أراد صاحب الشبهة أن يجد تفسير لماذا أخطأ القرآن، قال، وده لأن القرآن وكاتبه ما كانش قادر يفرق تماما ما بين عدة طوائف انتشرت من حوله في بداية الإسلام، ألا وهم اليهود اليهوديين والنصارى المتهودين والمسيحيين الذين جاءوا من الأمم. اليهود لم يعترفوا بالمسيح ولم يقبلوه، والنصارى المتهودين أمنوا بالمسيح لكنهم ظلوا على تهودهم وكانت كتبهم هي كتب اليهود ولم يكن لهم بشورات أو إنجيل. أما مسيحيين الأمم هم من كانت لهم الأناجيل يونانية الأصل، ولهذا لم يدرك كاتب القرآن الفارق بينهم، واعتبر أنه لابد من وجود إنجيل للنصارى نزل على المسيح الذين يؤمنون به. إن صاحب القرآن لما كان يعلم أن النصارى الأمميين، أي النصارى الذين هم أصلهم غير يهود، النصارى الأمميين كانت عندهم أناجيل، فظن صاحب القرآن أن أيضا اليهود المتنصرين، اليهود الذين تنصروا كانوا في القرن الأول وتنصروا، هؤلاء ظن القرآن أن عندهم أناجيل، فقال إن هناك إنجيل نزل على المسيح. طب أنت عندما تحاول أن تفهم هذا الاعتراض، مخك ربما الخلايا يعني على كل حال صعب تفهم هذه الاعتراض. القرآن لم يقل إن إنجيلا نزل على اليهود المتنصرين، القرآن يقول إن إنجيلا نزل على المسيح، فما دخل اليهود المتنصرين في هذه القضية؟ يعني أصلا تركيب الاعتراض عجيبة وغريبة. الأشنع من ذلك أن اليهود المتنصرين كانت عندهم على الحقيقة أناجيل. طبعا هذا الرجل كان نصرانيا، لو عرف، وسمعت بعض الحديث عن الإلحاد، لو عرف نصرانية ولا عرف إلحاد ولا عرف شيء، هو يزعم أن اليهود المتنصرين لم تكن لهم أناجيل، والقرآن أخطأ ظن أن عندهم أناجيل فنسب إنجيل إلى المسيح. لا، اليهود المتنصرين كانت عندهم أناجيل. أشهر الفرق اليهودية المتنصرة الأبيونيين والناصريين. نحن نعلم أن هناك إنجيل الأبيونيين، وهنا هناك إنجيلا للناصريين، وهنا هناك إنجيل اسمه إنجيل العبرانيين. طبعا النقاد مختلفون في قضية العلاقة بين هذه الأناجيل، وكلام طويل في ذلك، لكن على كل حال جمهور النقاد على أن هذه ثلاث أناجيل مختلفة تعود إلى الفرق، أشهر الفرق اليهودية النصرانية، إنجيل العبرانيين، إنجيل الأبيونيين، وإنجيل العبرانيين أبيونيين والناصريين. فأصل الاعتراض هو جاهل تاريخيا وإلزام بغير أصل، يعني يجعل القرآن محل شبهة في هذا الباب. رابعا وأخيرا، وهذا أعجب شيء في الحقيقة، أقوى شبهة قدمها خصوم الإسلام في هذا الباب ليس ما ذكره هذا الشخص، أقوى اعتراض عندهم هو الآتي: كيف يتحدث القرآن عن إنجيل للمسيح في حين أننا نعلم أن هذه الأناجيل قد كتبها هذا الجنس من الجنس الأدبي الذي يسمى إنجيلا، هذا الجنس الأدبي كتبه ناس بعد المسيح، فكيف يقال إن إنجيل هو كتاب للمسيح؟ وجواب ذلك هو أنه من الخطأ أن نقول على الحرفة إنجيل متى وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا غير ذلك. الصواب أن نقول الإنجيل كما باليونانية، كما باليونانية نقول
كاتاماثيون إيفانجليون، أي الإنجيل طبق متى، عن الإنجيل طبق بالإنجليزي ربما نقول the gospel according to Matthew, the gospel according to John. الإنجيل طبق متى، طبق يوحنا. لماذا؟ لأننا في الحقيقة نفهم من هذا العنوان أن هناك شيء اسمه إنجيل، وأن هذه روايات عن الإنجيل. فإذا كان الإنجيل هو البشارة، فهذه روايات متى عن البشارة، إذا روايات يوحنا عن البشارة، إذا البشارة شيء آخر غير هذه الروايات. فإذا قلنا نحن إن كتاب المسيح اسمه إنجيل، فيعني ذلك أن كتاب المسيح كان اسمه بشارة. ثم جاء ناس بعد المسيح فتحدثوا عن رسالة المسيح التي تحمل نفس اسم كتاب المسيح البشارة، فقدموا رواياتهم لهذه البشارة. طيب لماذا نقول أن كتاب المسيح اسمه بشارة؟ يعني هل هذا معقول؟ نعم معقول، إذا كانت التوراة تعني التعليم فكتاب المسيح عليه السلام يعني البشارة، القرآن من فعل قرأ أو قرنا على اختلاف بين العلماء. طيب لماذا يكون اسم كتاب المسيح اسمه البشارة وما كتبه من جاء بعده هو رواياتهم الخاصة لهذه البشارة؟ المسيح عليه السلام جاء للدعوة إلى بشارات ثلاث. البشارة الأولى هي أن المسيح جاء بالتوراة وجاء مع التوراة بالتخفيف. التوراة فيها أحكام كثيرة، جاء المسيح للتخفيف من القيود الموجودة على أفعال الناس الموجودة في التوراة، ولأحل كما يقول القرآن ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. البشارة الثانية التي جاء بها المسيح هي قول المسيح مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فالقرآن هنا يذكر أن المسيح قد قال لليهود إنني قد جئت بالتوراة المخفف أحكامها، ثم البشارة الثانية أنني مبشر، أنني أبشر بنبي يأتي من بعدي. فهذه البشارة الثانية التي جاءت في الإنجيل. البشارة الثالثة التي جاء بها المسيح عليه السلام هي حديثه المتواصل عن ملكوت الله الذي سيأتي في آخر الزمان. وكما بين ذلك القسيس المهتدي إلى الإسلام عبد الأحد داود في كتابه القيم محمد في الكتاب المقدس، وهو من أفضل الكتب التي تحدثت في البشارات برسول الله صلى الله عليه وسلم، بيّن أن كلمة ملكوت الله التي جاءت في العهد القديم أساسا في سفر دانيال عندما استعملها المسيح كان يبشر بدولة الإسلام التي ستظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا النصوص في الأناجيل فيها نوع من الاضطراب، وبالتالي عليك أن تبحث عن الخط الأصلي التفسير الأساسي لكلمة ملكوت الله. فالمسيح عليه السلام كان يبشر بدولة الإسلام التي ستظهر مع المبشر به أحمد عليه الصلاة والسلام. فهذه هي البشارات التي جاءت في كتاب المسيح الذي اسمه البشارة، والذي هو باليونانية إيفانجيليون. هامش أخير أقول فيه، بعض العلماء المسلمين أرادوا رد كلمة إنجيل إلى أصل عربي، فقالوا إنها من جذر النون والجيم واللام، وهذا أمر فيه تكلف جديد، وأنكره عليهم الزمخشري وشيخ طهر بن عاشور وغيرهما، لأن هذه الكلمة على حقيقتها هي كلمة أعجمية مأخوذة من التراث العربي الذي كان سائدا في الجزيرة العربية، تعبيرا عن كلمة إيفانجيليون اليونانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.